السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء متابعين برنامج تقدر، حياكم الله معانا في هذه الحلقة الجديدة من هذا المكان الجميل جدا، السوق المركزي. يعني كل ما تشوفون الخمس دراهم ورقة نقدية من فئة 5 دراهم لازم تعرفون ان المكان هذا في الشاردة، عرفتوا؟ يلا كل واحد يطلع 5 دراهم الحين، يلا عندكم ساعة اسولف معاكم، هاي الساعة بس للمتسابقين. اليوم متسابقنا مشاهدينا ماجد الغاوي، ماجد من الشباب الشاطرين من اللي يحاول يثبت نفسه من ايام تذكرون اختيار المتسابقين، يعني كان واثق الخطوه يمشي ملكا، هو ماجد هذا. على العموم مشاهدينا مهمته اليوم انه يشتري عبايه ويتزلج فيها، طلب غريب. على العموم خلينا نشوف مشاهدينا ماجد شو راح يسوي اليوم. اول شيء شو راح يعني رده فعله يوم يقرا هذه المهمه الغريبه العجيبه، خلكم معانا. خليني اتصل حق ماجد واشوفه وين، ان شاء الله يعرف، ان شاء الله يعرف يتزلج يعني، ان شاء الله يا رب. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ماجد شو الاخبار؟ الحمد لله. زين يا ماجد، ماجد ابغيك احينه بسرعه البرق تروح عند سوق الذهب في الشاردة، تمام؟ وتستلم المهمة من فريق البرنامج. ايه ان شاء الله. اشتري عباء مقاس 52، نوع القماش أرجاز وتزلج، وأنت ماسكها بها على الجليد، المبلغ 200 درهم. ماجد الغاوي شاب نشيط وطموح، يتميز بخفة ظله وبتبسيطه للأمور وعدم إعطائها أكبر من حجمها. تفكيره الإيجابي جعل منه متسابقا عنيدا لا يستسلم حتى الرمق الأخير. ماجد الغاوي على شو ناوي؟ لا حول، اشتري عباء تزلج على الزليم. اوكي تزلج وين في الشارجة؟ في وين 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 وين؟ تاكسي تاكسي، وقف وقف وقف. وبدأت مهمة ماجد، ومهمته استلمها من الزميل أحمد ويشتري عباية قياس 52 ونوع القماش الأورغانزا. والحلو في الموضوع انه شو؟ انه راح يمسكها ويتزلج فيها. يا ترى راح يختار وين؟ خلنا نشوف. السلام عليكم محمد، كيف حالك؟ محمد وين في هذا؟ في جليد هنا داخل شارجة؟ ايه سوي سكيتنج سكيتنج. وين بيع عبا عبا عبا؟ وين يبيع؟ وين يشتري عبا؟ سير جلدي. انا يعني ماجد كيف ما تعرف ان في اماكن في حلبة تزلج اصلا في امارة الشارع؟ يعني كل حد يعرفها تقريبا يعني. الله يهديك، بس الله يهديك. هذا سيجنال يمين، ها نادي شعب، ها؟ معلوم نادي شعب صح؟ زين محمد؟ سيدة جاي ها؟ سير 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 سيدة. ايه هذا في دوار قدام، ايه دوار سيدة صح؟ ايه سيدة 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 سيدة. لا لا سيدة سيدة سيدة. سيدة ما في مشكلة. سيدة بعدين يمين. جلدي جلدي جاوب. يمين يمين مشكلة جاوب. جاوب جاوب جاوب. جو 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 الشعر يبيعون بعد. جو جو يمين 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 يمين. شوف النصيب، شوفوا بس النصيب مشاهدينا، رايح على قرية الشعب ياخذ عباية وما يعرف انه في حلبة تزلج. هني الصدمة الكبرى، اخاف يصيح.
خاف يتزلج بدون ما يلبس حتى شو اسمه الحذاء المخصص للتزلج. عشر، عشرين، ثلاثين، أربعين، خمسين، ستين، سبعين، ثمانين. السلام عليكم، كيف حال؟ عبا وين عبا؟ عبا في؟ منك؟ آخر باب؟ ووصل لقرية الشعب وانطلق عشان ياخذ الجزء الاول من المهمة عباية 52 واهم شيء الاورجانزا. سكيت هني هني سكيت هني سكيت. اوكي السلام عليكم، السلام عليكم. منو فوزير؟ فوزير ورس عبا يا عمر. السلام عليكم اختي، كيف حالك؟ عندك عبا اورجانزا قماش؟ قماشها اورجانزا. شو القمشه مالتكم؟ ها؟ شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. ورز عباية عباية. أب. هذا هني السكيت. هني سكيت. زين خلاص إيزي. بس ناخذ من العبا. والله ما باقي شيء، ما باقي شيء. السلام عليكم، كيف الحال؟ في عبايات عندك؟ شو قماش عندك؟ قماش قماش وبعد أرجانة أرجانزة هي؟ أرجانزة شو اسمها؟ أرجانزة. السلام عليكم محمد، كيف حالك؟ عندك قماش أرجانزة؟ كم مقاس فيه؟ أربعة. عطني اثنين وخمسين. ايه 52. ما يريد ديزاين، ما يريد هذا كله، ما يريد كل هذا، عادي ساده، بس هذا قماش انا اريد. هذا اثنين كم؟ 52. كم فلوس؟ لا محمد شو 120؟ لا 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 محمد 120. والله ويفاصل بعد، عارف الاسعار وعارف كل شيء. بس زين زين مشاهدينا دائما فاصلوا في السعر، يعني اذا رحتوا محل قال لكم سعر الفلاني يقولوا له لا نزل شوية. دائما المفاصل والمكاسر هذا يعني توصلون آخر شيء لحل نهائي يعني يرضي الطرفين. السلام عليكم، مال عبا؟ كيف حالك؟ في عبا أرجانزا؟ قماش قماش. السلام عليكم، كيف حالك؟ شو عندك نوع من عبا؟ شو قماش قماش شو عندك؟ وبعد أرجانة أرجانزة أرجوز أرجانزة أرجانزة. شكرا. السلام عليكم، كيف حالك؟ شو عندك من العبايات؟ لا بغيت قماش 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 أرجانزة. فيه هذا كم؟ لا لا أريد ما أريد بدون ديزاين، بدون ولا شيء، خالي بس قماش أرجانزة بدون ديزاين، خالي خالي رخيص. كم؟ بس مال أرجانزا. ها قماش أرجانزا هذا؟ أرجانزا؟ زين كم؟ شو 150؟ السلام عليكم، كيف حالك؟ في قماش أرجانزا؟ السلام عليكم، كيف حالك؟ شو عندك قماش أرجانزا؟ في أرجانزا قماش؟ هذا؟
بس يا رب يا رب ما يلبسها، يعني ما يحاول يلبسها ترى، يعني 52 كتفك نص كتفك مايد. أرجنزة هي هذا كم؟ أرجنزة هو هذا الكتاب كم؟ 250. لا أريد بدون ديزاين، بس قماش أرجنزة بدون نكش، بدون نكش خالي كم؟ هذا كم؟ 180 وايد. هذا كله مستطيل. لا قماش أرجنزة؟ هذا أرجنزة بس هو نقشات كذا يعني. بدون نقشات عندك؟ بدون نقشات ما تفصيلي زي ما يطلع. شكرا. أرجنزة؟ كم فلوس؟ 150 انا 150 120 انا ما يشتري. لازم انت تشوف قماش اي احسن. انا ما مش ارجنزة صح، بس 150 واجد. واجد. لا اريد كم مقاس؟ كل مقاس 52 بس 100 درهم. يعني شويه فوق 100. لا 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 120 والله انا والله 120 ما يشتري. انا جلدي تايم والله ما في، والله تايم ما في. والله تايم ما في والله. 130 اخر مشاحات. كم؟ ها؟ 130 لا. وين نازل مايد؟ وين نازل؟ هديت العباية زين ونزلت تحت عند حلبة التزلج؟ السلام عليكم. سكيتينج؟ How are you? How much for half like? Yes, the show is 5:45. Okay. Okay. I need only like half a minute. بيكلف تزلج على الجليد عشان يروح يدفع المبلغ المتبقي لين العباية. والله ذكي، لكن الوقت زين. الوقت يا مايد، الوقت 55. عندي وقت، ما عندي وقت. مئة وعشر. أخذ 110. ورجع مشاهدينا المحل الأول لو تذكرون. سبحان الله، الإنسان اللي الله كاتب له رزق بياخذه. سبحانك يا رب. جيب فاتورة. جيب فاتورة. محمد جلدي. يلا محمد يلا. فاتورة. وين فاتورة؟ لا فاتورة أصلي. جيب. شو هذا الكلام؟ جيب رايح لسكيت. يلا. اذا اخذ العبايه وانطلق لي الى حلبة التزلج، ولازم تستعيل يا ماي. سكيت يا ابا.
اخ يلا 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 يلا. هاي هاو ار يو؟ يا سلام زين. يلا عاد الحين استعيل يا مايد. مايد تعرف تتزلج؟ مايد مايد الله يخليك، ما نبغي مشاكل وما نبغي تطيح تتعور بعدين، يعني حرام متسابق بتقدر وعندك مهمات ثانيه يعني نجيبك على عكازه. لا لا ان شاء الله يا رب. في هاي مال البطريق مالي هال، لا تبغي تساعد نفسك يعني. زين زين مش حالك عادي نساعد، ما بنقول لك لا، بس اهم شيء لا تطيح الله يخليك. Give me a ticket. How much will be? 1%. 54.60. Excuse me, fast, 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 fast. Huh? Yeah. Thank you, thank you. I give you my shoes, huh? Can you give me a second? I have to take this. My size is 44. Thank you. حلو حلو زين. لابد ان الواحد يراعي الامن والسلامه في عمليه التزلج، يلبس الخوذه واذا عنده هاي الاجزاء اللي هي للامن والسلامه، وكذلك يلبس جاكيت بعد اذا بردان. No. I skate and ice. It's my first time. But in skate, I used to skate. تتوقعون يعرف ما يدي يتزلج ولا لا؟ يعني احسها ممكن شوي يطلع منه. يس اي نيد هلمت. اور نو 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 نيد نو نيد فور مي. كان اي بوت سم ذيس ون. جيف مي ذا كي جيف مي ذا كي. لا لا عارفه على السكيت، مو بالسكيت الايس، السكيت العادي. نفس الشيء صح؟ نفس الشيء. اوكي. لا اليوم مايد صراحة المتزحلق العالمي، بطل العالم للتزحلق على الجليد وبطل العالم لأكل المثلجات، يحب المثلجات شكله. اوف زين ما طحنا. فست فست. يلا خلاص خلاص. أنا قدرت التحدي يا إسماعيل، وهذه أول مسابقة لي. مبروك مبروك يا مايد، شوف يتحداني، مصرنا يتحداني، تستاهل تستاهل، هذه أول مهمة وعديتها يعني،
وشاطر شاطر ما شاء الله عليك. عرفت ان في صاله تزلج في الشارجه؟ ها قدرت تتزلج وياي لعباه اليوم. انا قدرت ان شاء الله ياي اكثر. قريه الشعب، مول، مركز تجاري، كذلك منطقه مخصصه لالعاب الاطفال، يعني تستانسون تقضون اجواء حلوه. وصلنا لختام هذه المهمه، نشوفكم ان شاء الله في مهمه اخرى من برنامج تقدر. مع السلامه.